المقاوي نوح موسى وسارج وبلايلي وعبد الفتاح السيري وفي المقاطع. انظر إلى التقدم، انظر إلى المحاولة في الجهة اليمنى، هنا التلاعب، هنا السقوط. ما زالت زلتم في بداية الموسم، ما زلتم في مطلعي والأسابيع الأولى. صحيح بأن الهلال يفوز ويحول الضغط على الجميع، لكن أقدم بيرسل كرة عمص اليسار، مباراة يبدأ فيها الجزائري يوسف بلايلي. الله على المرور، الله على التمرير. سجل 7 أهداف في هذا الموسم، فقط وان بهدف في هذا الموسم. هذه من أبرز مشاكل بالتأكيد فريق التعاون، اللي ربما أيضا يفتقد بعد رحيل جهاد عبد الفتاح آدم. الكرة تصل في الجهة اليسرى عرضية، لا يحمي نهاية المغامرة، يحمي نهاية المغامرة يا السكري، المغامرة الجميلة في العام الماضي، والتي السكري يتقدم بهدف. الكرة الماضية والآن تصل إلى عبد الفتاح. الله يا جانيني تعود. أعرف صعوبة الموقف، وهذا أول هدف يسجل في مرمى الأهلي تحت قيام بابلو غويدي. تأتي بعد فوساتي، تأتي بعد برانكو. الكرة مرتدة، يوسف بلايلي استلم، يوسف بلايلي تقدم تمريرة، الله، لكن قصيرة تبعد من المدافع. والكرة من جديد فيها ضغط سليم، يوسف بلايلي حصل على الكرة، وقف عليها، مشاها عبد الفتاح، الله عدى، من صوب يا رب، يا الله على القتال على الكرة. شوف استلام، هذه السحبة الأولى، هذه الثانية، خلاص انتهى. سارج عالية طويلة في المساحة، حلوة التمريرة، حلو طلب الكرة، حلو التحرك، وصلت إلى بلايلي، لاعب على لاعب ممكن مع بلايلي، ممكن استلم ودار الكرة، ما زالت معاه. شوف بلايلي كيف، شوف بلايلي. نتيجة هي التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، والكرة تعود مرة أخرى في مكان مهارة فردية في المتعة. يوسف شوف تمويها، شوف مهارة يوسف البلايلي في كل كرة، ينتظر لاعب على لاعب، يبحث عن الحل الفردي، بعد ذلك تغيير للدي. بلايلي لاعب من اللاعبين اللي يحبون طلب الكرة، يحب يطلب الكرة دائما، والآن الاعتماد عليه في المباريات الماضية، وقوة أيضا الدفاع بالتأكيد بالأدوار الدفاعية اللي يقوم فيها نوح. هذه الكرة نار في الجهة اليسرى، هنا الانطلاقة، هنا الحل الفردي، هنا العرضية، هنا السومة.